صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه الحلقة في رحاب مسرح الطفل. حلقتنا اليوم ضيفها الأديب السوري مهند العقوز، وحكايته مع المسرح ومسرحياته للأطفال، ومسمع من مسرحيته للأطفال صانع الفرح عن قصة تذكرة لدخول كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأديب السوري مهند العاقوس، طل اليوم مع إذاعة العزيزة إذاعة صوت العرب لأتكلم عن تجربتي أو حكايتي المسرحية، حكايتي مع المسرح. طبعا أنا بحكم أنني أكتب في حقول مختلفة من الأدب ومتخصص في الكتابة في أدب الطفل، كتبت في القصة طبعا والشعر والرواية وأغنيات الأطفال والسيناريو وأيضا المسرح. اليوم سيكون حديثي عن المسرح، تجربتي مع المسرح، مسرح الطفل. ودائما أبدأ بكلمة الشغف. حقيقة الآن عندما أقوم بالتدريب على الكتابة وخاصة في كتابة القصة للطفل، قبل أن أتكلم عن يعني ما يجب أن يمتلكه الكاتب أو القاص من مهارات، أتكلم عن الشغف وعن الدافع، لأنني أرى أن الشغف أحيانا قد يسبق ما نتعلمه أكاديميا. الشخص الشغوف إذا أحب ما يفعله فإنه قادر على الوصول إلى مسافات إبداعية أعمق مما يصلها الشخص الأكاديمي الذي يفعل الأشياء فقط كما يقول الكتاب. الشغف يدفعنا نحو الخيال، نحو التجريب، نحو أن نفكر خارج الصندوق، وأن نفكر بكسر القوالب، وأن نفكر بفطرتنا وعلى سجيتنا، وأن نفكر كما يحب أن يفكر الأطفال، كما يعني نفكر من الأفكار المستمدة من واقع التجربة وليس من واقع النظرية التي لا أعتقد أنها دائما تنجح. وطبعا يا حبذا يكون الإنسان يجمع الشيئين معا، الدراسة الأكاديمية والشغف الكبير والجوع لأن يفعل شيئا وأن ينجز وأن يتقدم نحو الأمام. من هنا قدمت بذلك لأقول أنا حقيقة من الناس الذين بدأوا كتابة المسرح بالشغف، أي أنني أذكر تماما عندما حاولت أن أكتب مسرحية لم يكن عندي تجارب سابقة أبدا في بعض القراءات القليلة يعني، والقراءات المدرسية التي أتذكرها من أيام المدرسة، وبعض القراءات لمسرح الكبار، لكنني لم أكن يعني متمكنا من الأدوات المسرحية ومن خيوط اللعب المسرحية. المسرحية أو الكتابة للمسرح تحتاج إلى خيوط خاصة، تحتاج إلى تقنيات خاصة يجب على الكاتب أن يمتلكها. حقيقة في ذلك الوقت لم أكن أمتلك تلك التقنيات وتلك المهارات، لكن كنت قد كتبت في القصة والشعر.
إذن كنت أعرف كيف أكتب للأطفال بشكل عام، أعرف كيف أقود العملية الفنية في النص، لكنني كان علي أن أستكمل ذاك البناء بأن أعرف ما هي تقسيمات الكتابة المسرحية بالضبط وكيف أكتب المسرحية. قمت وقتها ببعض البحث، وكان هدفي أن أكتب مسرحية للمشاركة بمسابقة الهيئة العربية للمسرح في نهاية 2014 ربما أو بداية 2015. يومها قرأت قليلا، وكان لدي قصة، دعني أقول في وجداني هي موجودة هذه القصة، ثم قلت سأصيغها مسرحيا، وبدأت بأن أتخيلها، أن أخذها من حيز السرد العادي إلى حيز الحوار بين تلك الشخصيات. أتخيل نفسي كمتفرج كيف يجب أن أرى تلك المسرحية على المسرح، وبدأت بكتابتها. طبعا استهلكت معي وقتا طويلا لأنني لم أكن متمرنا ومتمرسا على الكتابة المسرحية الطويلة، لمسرحية ربما تأخذ وقت عرض 45 دقيقة مثلا. كتبت يومها مسرحية يتيم الغاب كمحاولة مني للمشاركة. أنا من النوع الذي أحب أن أشارك عندما أجد مسابقة أو أجد فرصة، أحب أن أشارك بها لأنني أعرف أنني إن لم أكسب تلك المسابقة فأنا كسبت نصا جديدا وكسبت تجربة جديدة، فأحببت أن أخوض التجربة. وأرسلت النص وحقيقة نسيته تماما، حتى تفاجأت يوما بعد أشهر أني رأيت اسمي فائزا بالمركز الأول بمسرحية يتيم الغاب. كانت فرحتي لا توصف حقيقة، لأني تعبت على النص، وحقيقة بعد أن كتبته أنا شعرت به أنه نص مختلف ونص قوي، لكنني لم أكن على دراية كاملة، أو لم أكن الشخص الذي يحق له أن يقيم نصه. لكن عندما رأيت تقييم الهيئة العربية للمسرح لهذا النص كانت سعادتي كبيرة. والسعادة الأكبر كانت عندما ذهبت لأستلم تلك الجائزة، وكانت تتويج في الكويت. طبعا جائزة الهيئة العربية للمسرحية من الإمارات، من إمارة الشارقة بالضبط، لكن كل سنة يقومون بإقامة المهرجان في بلد معين لإحياء المسرح. فكانت في ذلك العام في الكويت، وذهبت للتتويج أو لاستلام الجائزة، لكنني هناك اكتشفت أن هناك جائزة أهم. الجائزة الأهم كانت أنني التقيت بأشخاص أدركت عندها الفرق بين أن تكون مجرد كاتبا وأن تكون مفكرا وأن تكون مؤثرا وأن تكون قائد تغيير وأن تكون شخصية ثقافية بكل معنى الكلمة. قابلت أسماء حقيقة هامة جدا، أو في ذلك اليوم لم أكن أنا مدرك أنها ذات أهمية كبيرة، لكن يعني مثلا الممثل الكبير رفيق علي أحمد كان من أهم ضيوف المهرجان، كان يعني بعض الممثلين أيضا من فلسطين، راح الاسم عن ذهني الآن، قصي قدسية ووالده زيناتي قدسية الممثل الكبير كان مكرما، الأستاذ الكبير عجاج سليم كان موجودا، جان جوان أيضا من سوريا الكاتب والمسرح الكبير حقيقة، أنا عكاش مسرحية كبيرة يعني، وكان هناك أسماء لا أستطيع حتى أنه يعني لا يسعني الوقت أن أذكرها جميعا، لكنها كلها كانت قامات أدبية كبيرة ومن مختلف الدول. وبدأت أكتشف أن المسرحي له بصمة خاصة، المسرحي له جو وله عالم خاص وله صفات ثقافية تميزه، خليني أدعيني أقول ربما منسوب القيم التي يعطيها المسرح لرواده هو منسوب عالي جدا فنيا وأدبيا وأخلاقيا وإنسانيا. فوجدتني منجذبا جدا لذلك العالم الساحر، وجدتني أنه كانت جائزتي هو أنني أحببت هذا العالم، أحببت أن أدخله بشكل ليس فقط عن طريق الشغف، وإنما علي أن أدرك أكثر ماهية المسرح، أن أخدمه، أن أحاول أن يعني عبره أيضا أوسع دائرة ما أفعله لأجل الطفولة. ما ساعدني هو أنه أنا أصلا كما قلت أكتب الشعر، وبدأت أوظف القصائد داخل المسرح. وأعتقد كما قيل لي لاحقا من النقاد أن هذه كانت علامة مميزة لي لاحقا، أنني في كل النصوص المسرحية أحاول أن أوظف قدراتي الشعرية بأن أترك هناك مساحات غنائية يحبها الأطفال، أو أستخدم السجع أو الجمل القصيرة التي لها وقع معين في النفس. بعد هذه التجربة التي قلنا في 2015 تقريبا،
بدأت أيضا لم أتوقف، وإنما قلت يعني أريد أن أكتب أكثر وأكثر. كتبت بعد ذلك أيضا مسرحية بعنوان منطق الطير. منطق الطير أيضا هي محاولة لإحياء التراث، كان أيضا هي كتبتها للهيئة العربية للمسرح، وهنا يعني لا يسعنا إلا أن نشكر يعني كل القائمين على هذه الهيئة، وأخص بالذكر الأستاذ الكبير غنام غنام، إنسان رائع حقيقة، وكل الطاقم الذين تغيب الأسماء عني الآن يعني، لكن كان لهم فضل ليس فقط علي، كان أنا برأيي هم لهم فضل على جيل لولاهم لما كتب المسرح، أنا واحد من هؤلاء، لأني أجد نفسي كل سنة أريد أن أكتب للهيئة العربية للمسرح، للمسابقة الهيئة العربية للمسرح، لا أكون مدفوعا دائما بالفوز، يعني لست دائما أكتب لكي أفوز، لكن أقول أريد أن أشارك في هذه المسابقة لأني أجدها كهيئة أحترمها جدا، أحترم يعني ما يفعلونه لبث الروح في، ما أعرف إذا يحق لي أن أقول جثة المسرح، لأنه على الأقل على ما أراه أنا أنه إذا يعني استثنينا ما تفعله الهيئة العربية للمسرح في الوطن العربي، سنجد أنه أصلا المسرح غير موجود تقريبا، أو موجود بخجل يعني. أما ما تفعله الهيئة العربية للمسرح فهي إعادة إحياء كاملة، ربما نجحت لأنه على مدى يمكن يعملون لا أعرف كم سنة الآن، 10 سنوات. المهم كتبت أيضا منطق الطير ووصلت إلى القائمة القصيرة في 2018، وشاركت أيضا بهذا العام أو في نهاية عام 2020 بنص القرية التي أكلت الحكايات، هو نص خيالي حسب شروط أيضا المسابقة الهيئة العربية للمسرح، وأيضا وصلت إلى القائمة القصيرة. إذا شاركت في مسابقات الهيئة العربية للمسرح 4 مرات، فزت مرة ومرتين وصلت إلى القائمة القصيرة، ومرة لم يحالفني الحظ، لكنني أكرر وأقول أن الحظ يحالفني حتى عندما أفوز، لأنني أكسب نصا جديدا وأكسب خبرات جديدة وأكسب معرفة وقدرات للمواصلة في هذا المجال. انظروا انظروا إلى هذه الكتب، إنها قيمة، تعالوا تعالوا خذوا ما تشاءون من الكتب، إنها مفيدة للعقل. هي 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 وذو مددي لما جدك، لقد وجدت الكتاب الذي كنت تبحث عنه. تعال واسترح استرح استرح، سأقدم لك الكتاب، خذ. شكرا. أهلا أهلا بالشعب المثقف، خذ هذا الكتاب سيفيدك ويفيد معلوماتك، اطلع عليه. حسنا. كتب كتب، من يريد الكتب فليأتي إلي، لدي أفضل كتب وأقدمها. لقد وصلنا، هذه عرفة الكتب يا أحمد. شكرا لأنك أعطيتني إلى هذا المكان. خذ هذه النقود، فأنت من اتخذتها لشراء الكتب. سأبحث عن أفضل كتاب في هذه العربة. الكتاب غذاء للعقل، فاختر أفضلها. إذن بسم الله نبدأ البحث. بسم الله. انظر انظر يا سعيد إلى هذا الكتاب، لقد لفت أنظاري وكأنه يناديني. ومن ألفت في ذلك؟ تذكرة لدخول الكتاب، إنه عنوان قريب. كتاب عادي مكتوب عليه أيضا أسماء العيال ورسوماتها. إنه أقدم كتاب لدي، أنا سآخذه. يمكنك الاطلاع على الكتاب وعلى الثمن؟ نعم نعم سنفعل. حظا موفقا. سأفتح هذا الكتاب لأغوص في تفاصيله. نعم نرى عن ماذا يتحدث هذا الكتاب. صفحة مكتوب عليها عيد الفطر، موضوع عادي. لا تحكم على المواضيع هكذا. انظر انظر إلى هذه الصورة، فيها ألعاب كثيرة. ومن ملفت في ذلك؟ انظر انظر إلى فرحة الأطفال، وانظر إلى صورة هذه الأرجوحة. يا سلام، ليتني كنت في الصورة أتأرجح. توقف توقف، لا يمكنك اللعب. لماذا؟ هذه تذكرة من صانع الفرح لتركب الأرجوحة. من أنت؟ ومن هو صانع الفرح؟ ابحثوا عنه فالكل يعرفه. ابحثوا عنه فالكل يعرفه. قد يكون صانع الفرح هو صانع الأرجوحة. لا تشغل بالك كثيرا يا أخي، اخرب هذه الصفحة. عيد العمى، موضوع عادي وغير مهم. ألم أقل لك بأن لا تحكم على المواضيع بهذه السرعة؟ انظر انظر إلى هذه الصورة، ماذا يصنع هذا العامل وهو فرحا؟ نعم نعم، نربط المختار بالحبل وهكذا نزرع ما نريد. من أنت؟ أنا صار
تنالوا شرف النجاح والبقاء. ماذا؟ اسمعوا بيوتا مترابطة، تنالوا شرف النجاح والبقاء. الأرجوحة من الخشب، والخشب من الشجر. سأقلب الصفحة. عيد الشجرة. عيد الشجرة؟ موضوع عادي وغير مهم. ألم أقل لك بأن لا تحكم على المواضيع بهذه السرعة؟ تعال تعال وانظر إلى هذه السورة، سورة هذا الفلاح وهو مبتسم. يا الله يا رزاق، لقد وجدت الكتاب الذي أبحث عنه في مجال الزراعة. من أنت؟ أنا من زراعة الشجر. نبحث عن صانع الفرح. ابحثوا عن زارع الفرح في قلوبكم وصفحات الكتاب دليلكم. عيد الحب، عيد المعلم، عيد الأضحى، صفحات هذا الكتاب ليس دليلنا أيها الفلاح. انظر انظر إلى هذه الصفحة، عيد الأب. وما الملفت في ذلك؟ انظر انظر إلى صورة هذا الطفل، يبدو مختلفا عن الشخصيات السابقة. كيف؟ ابتسامته مفقودة. أبي أبي، من أنت؟ أنا اليتيم. عن ماذا تبحثون؟ عن صانع الفرح. خذوني خذوني معكم إلى أبي، منذ مدة لم أسمع صوته. ما الذي تمسكه في يدك؟ إنها صورة أبي. دعنا نذهب إلى المنزل يا أحمد، فلا صانع للفرح في هذا الكتاب. انتظر لحظة سأقلب الصفحة. دعنا نذهب، فصفحات الكتاب عادية. انظر انظر إلى هذه الصورة، صورة السلطان قابوس وهو يحمل علم عمان. إنها صورة أبي السلطان قابوس. انظر انظر ما الذي يحمله بيده الأخرى، إنها تذكرة الفرح. نعم إنها تذكرة السلام، إنه صانع الفرح، إنه صانع الفرح. هل تريدون الكتاب؟ نعم. يا أبي قابوس يا خلاد السلام، يا أجمل الجمود في عينها ننا. قابوس يا قلعة السلام، يا أجمل الشموس في عينها ننا. قابوسك الصباح ينشر الأفراح، قابوسك الصباح ينشر الأفراح، تحبه القلوب تشتاقه الأرواح. يا أبي قابوس يا قلعة السلام، يا أجمل الشموس في عينها لنا. قابوس يا قلعة السلام، يا أجمل الشموس في عينها لنا. كان هذا مسمع من المسرحية المقدمة للأطفال والتي تأتي بتوقيع الأديب السوري مهند العقوس صانع الفرح عن قصة تذكرة لدخول كتاب، ويستمر الحديث مع الأديب السوري مهند العقوس وحكاياته مع مسرحياته للأطفال. لم يقتصر حقيقة الكتابة أو بدأ هذا الحب يكبر أصلا يعني، وبدأت دائما أجد لنفسي نافذة أطل فيها على المسرح. فمثلا كتبت ألعاب مسرحية قصيرة، كتبت سلسلة مع مجلة العربي الصغير في الكويت، سلسلة ألعاب مسرحية في مجلة بيئة الكويتية، كتبت بعض الألعاب المسرحية مع مجلة شامة السورية، أيضا حتى في برنامج تلفزيوني أعددناه في رمضان الماضي مع برنامج مصباح إعدادي أنا وأستاذة بسمة الخاطري، كان لنا فقرة مخصصة لمسرح العرائس وجدت تفاعلا كبيرا حقيقة.
من الأطفال وقدمها المسرحي الرائع الأستاذ عبد الحكيم الصانحي، أداها صوتيا وحركيا بشكل رائع جدا باستخدام الدمى. أيضا لا نفوت فرصة استخدام المسرحية الإذاعية في برنامجنا الإذاعي عالم المواهب الذي نقدمه في إذاعة سلطنة عمان، نعده دائما عندنا هذه الألعاب المسرحية القصيرة، نحاول استخدامها في كل البرامج حتى في تلفزيون براعم. الآن سيكون لنا شيء من هذا القبيل له علاقة أيضا بمسرح العرائس. إذا حاولت أن أوظف تلك المعارف التي اكتسبتها مع الأيام عبر الكتابة المسرحية أوظفها في الأشكال المسرحية الأخرى أو الأشكال الأخرى للعرض المسرحي الذي قد يكون تلفزيوني أو إذاعي أو مباشر. أيضا انتسبت إلى إحدى الفرق المسرحية، فرقة المسرح الشعبي التي ترأسها الأستاذة آمنة ربيع وأيضا تديرها الأستاذة ختام السيد، وكان النص المسرحي الأول الذي افتتحت به هذه الفرقة أعمالها كان من تأليفي بعنوان دمية حامد. أيضا في افتتاح مهرجان أو ملتقى مملكة الطفل في سلطنة عمان أيضا كانت العمل المسرحي كان من تأليفي في الافتتاح. من الأعمال المسرحية الأخرى حقيقة التي أعتز أيضا بأنني كتبتها، كتبت نصا مسرحيا في افتتاح مهرجان الطفولة في كربلاء هذه المدينة العراقية العريقة، كتبت حقيقة نص بطرس والملك فطرس، نص خيالي أخلاقي إنساني تربوي في الافتتاح، وأنتم تعرفون العراق وثقلها الثقافي والمسرحي، وأن أكتب نصا في ذلك الافتتاح هذا الشيء أعتز به كثيرا حقيقة. كما أعتز حقيقة بجائزة نلتها من وزارة الشباب والثقافة في العراق في مسابقة يعني أشرفت عليها أسماء عزيزة وأسماء كبيرة في المسرح العراقي، وفزت في مسابقة أفضل نص أو جائزة أفضل نص عن تلك المسابقة في عن نص كيف تصبح ماردا، وكان الإنتاج عبر تقنية خيال الظل، أنتجته المخرجة المصرية محاسن راضي أستاذة محاسن راضي، وأيضا كان طاقم الأداء الصوتي أيضا فاز بجائزة الذي كانوا من سلطنة عمان والكويت، أذكر منهم عبد الرحمن الغريبي، شمساء الغافرية، والأستاذ المخرج الكبير بوطيبان، أيضا هؤلاء فازوا بجائزة أيضا الأداء الصوتي لهذا العمل الجيد. حقيقة يعني كنت سعيد بكل أشكال العمل، يعني عندما كنا يكون النص أو النص يمثل يجسد على خشبة المسرح من خلال شخصيات عادية أو من خلال مسرح الدمى أو خيال الظل، كل هذا اللي أنا بالنسبة لي مدينة عجائب، هذه التقنيات المسرحية الجميلة التي كنت أكتشفها شيئا فشيئا بشغف الطفولة يوما بعد يوم، يعني نتابع بعض الملتقيات، نتابع بعض ما يحدث على الساحة المسرحية ونكتسب تلك الخبرات شيئا فشيئا. أحيانا وخاصة عندما يكون هناك مسابقات أو بعدما تعلن النتائج يكثر السؤال من بعض الأصدقاء أو من بعض الذين يحبون أن يكتبوا في هذا المجال، كيف أكتب نصا مسرحيا قويا؟ حقيقة أعود لنقطة البداية لأقول أولا على الشخص أن يمتلك الشغف، والشغف ليس لأن أفوز في مسابقة، وإنما الشغف هو كيف سأقدم عبر يعني ما لدي من مهارات وقدرات، كيف أقدم خدمة للأطفال، كيف أقدم خدمة للجمال، خدمة للفن، خدمة لهذا الكون الذي يكبر ويتسع كلما زادت قيم الجمال، وأعتقد المسرح هو أكثر ما يمثل قيم الجمال. يعني فإذا كنت مدفوعا بهذه الأفكار، مدفوعا بصدق لأن تقدم للطفل شيئا مميزا، فإنك بكل تأكيد ستكون في بداية الطريق. إذن هذه كلبنة أولى أن تمتلك الشغف الصادق والنية الصادقة لتقديم شيء جيد وإيجابي. هلا بعد ذلك بكل تأكيد على الإنسان أن يعرف كيف يبنى النص المسرحي. يعني طبعا علينا أن نكون مدركين أن من يكتب قصة جيدة قد هذا يساعده كثيرا لكتابة المسرح، لأنه في النهاية المسرح مبني على قصة وعلى فكرة، بقدر ما تكون في فكرتك أصيلا وجادا، يعني تكون فكرتك جديدة أصيلة مبتكرة، أو أن تكون
إعادة توظيف لفكرة لكن بصورة عصرية وبصورة أكثر إبداعا أو بصورة تجددية، فأنت أيضا قطعت نصف المرحلة. أنا شخصيا كان يساعدني أنني أكتب الشعر وهذا أوظفه، أيضا هذا ملكة أخرى. الذين يكتبون الرواية أي أن لديهم نفس طويل للصبر حتى كتابة مسرحية طويلة، كل ما نقرأه قد يفيدنا بشكل ما، وكل ما علينا هو أن نجري بعض يعني نبحث قليلا وسنجد الكثير من المصادر. يعني مثلا هناك مجلة مسرحية تصدر عن الهيئة السورية للكتاب، وفي كل عدد فيها مسرحية تكون رائعة. طبعا يرأسها الأستاذ جان جوان، يقدم مسرحية سواء للصغار أو الكبار رائعة. أن نطلع على هذه النماذج هذا شيء سيساعدنا لإعادة إنتاج أفكارنا الخاصة بشكل فني جيد وجميل طبقا لما اطلعنا عليه. أيضا الهيئة العربية للمسرح عندها إصدارات قد تكون يعني فصلية أو شهرية أحيانا بإشراف أستاذ الكبير أستاذ غنام غنام، حقيقة قامة كبيرة، يعني ما يفعلونه شيء رائع. أي هذا أيضا الاطلاع عليها، وهناك الكثير من الإصدارات هنا وهنا. هلأ أريد أن أتكلم في نقطة حقيقة هامة، وهنا أخص كلامي في أدب الطفل. حقيقة الناشر العربي متخوف جدا في نشر كتب المسرح أحيانا، يعني ربما لا نلومه لأنه لا يوجد على ما يبدو عند المربي والمتلقي أو ربما عند حتى وزارات التربية ثقافة الكتاب المسرحي. يعني هم دائما يتحدثون عن المسرح المدرسي وكأنه شيء يجب أن نمثله، يعني لا يجب لا كثير يعني يدققون على مسألة النص المسرحي. لذلك نجد غياب تقريبا للكتب المسرحية. هل أنا كنت محظوظ لي كتاب عنوانه منطق الطير ووصل إلى القائمة القصيرة في جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، ولاقى رواجا عند الناس حقيقة، يعني لاقى رواجا لأن قصته قوية، وربما أدعى أيضا الناس لها ثقة بما نكتب فبالتالي تذهب لترى ماذا كتبنا. هذا الكتاب أيضا كان له حظ جيد في السوق، لكن الناشر بشكل عام يتخوف من النشر المسرحي لأنه الأهل يجدون أنه ما يكتب داخل النص المسرحي أنتم تعرفون هو يكتب بشكل فني إخراجي، يعني نحن نكتب كي يعرف المخرج كيف سيكون شكل هذا العرض. هم ربما يجدون في ذلك إطالة وتطويلا ويفضلون النص المختزل كالقصة أو القصيدة السريعة يعني. لكن أعتقد أنا من تجربتي الشخصية أنه أيضا القراءة المسرحية تجعل الطفل وتقوده لتخيل كل هذه العملية، يعني هناك تمرين رياضي وفني كبير عندما يقوم الطفل بتخيل المسرحية يقرأها مكتوبة فيتخيلها. لكن أيضا لا يمنع أيضا يعني أنه إذا كان الطفل يحب التواجد فقط في المسرح فهذا أيضا واجبنا أن نأخذه من يده إلى المسرح، نشجعه على الذهاب إلى المسرح ليعيش هذه العملية الفنية بشكلها الكامل والتفاعلي مع الممثل مع الجمهور. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.